في أول رد فعل على قرار النائب العام بإحالة قضية المتهم فيها وائل الإبراشي رئيس تحرير صوت الأمة من وزير المالية، وهي تحريض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، جاء هذا الاجتماع الذي أصدر فيه رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية بيانا تضامنيا مع الإبراشي والصحفية سحر الضوي في حضور أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، أعربوا فيه عن قلقهم الشديد من الإصرار على تحريك الدعوة القضائية المقامة ضده. بدأنا بالمخاوف المتعلقة بإحالتي أنا وزميلتي سمر الضوي في هذه القضية وفقا للمادة 177 من قانون العقوبات، لأنه هذه المادة لم تطبق في قضايا الصحافة وحرية التعبير من قبل، كانت تطبق دائما زي ما قال البيان في قضايا التنظيمات المسلحة وقضايا قلب نظام الحكم، وبالتالي لابد أن ننبه إلى هذا الخطر وننبه إلى المخاوف المتعلقة باستدعاء مادة. يعني مين اللي قاعد يفتش كده عشان يستدعي هذه المادة اللي سقف الحبس بيصل فيها إلى 5 سنوات، الحبس أيضا وجوبي في هذه المادة. نحن نستشعر أن هناك هجمة منظمة من الدولة ومؤسساتها بالكامل على الصحافة المستقلة والصحافة الحزبية، وأنه هذه الحملة سوف تتصاعد إذا لم تتكاتف الجماعة الصحفية في موقف موحد ضد هذه الهجمة. الرئيس مبارك قرر إلغاء الحبس وهؤلاء ترزية القوانين عايزين يأكدوا على الحبس، فده أمر طبعا غير مفهوم ومرفوض بكل المقاييس ونتصدى له بكل قوة إن شاء الله. وأوضح رؤساء التحرير الموقعين على هذا البيان أن القضية بهذا الشكل ليست قضية الوزير يوسف بطرس غالي مع جريدة صوت الأمة ورئيس تحريرها وائل إبراشي فقط، وإنما هي معركة الصحافة بأسرها وبمختلف مدارسها، كما أنها معركة المجتمع كله، والأساس فيها هو الحق في نقد السياسات الحكومية بما في ذلك السياسة الضريبية. هذا القانون مطعون عليه من 80 مليون مصري، هذا القانون في غبن الأسرة المصرية، فإحنا الحقيقة تضامننا النهاردة والتقينا طلعنا بيان موحد في هذا الإطار، وبنطالب مجلس النقابة بعقد اجتماع طارئ للتضامن أيضا مع الزميل وائل إبراشي ومع جميع الزملاء المرفوع عليهم قضايا من المسؤولين والوزراء في الدولة. اتفقنا على إصدار بيان موحد في صيغة مقال سيكتب بأسماء كل رؤساء تحرير الصحف التي شاركت في هذا الاجتماع، واتفقنا أيضا على عقد مؤتمر عام للصحفيين لإدانة مسألة الحبس في مثل هذا النوع من القضايا والتأكيد على حق الصحفيين في الدفاع عن ثوابت المجتمع. وأعرب المجتمعون أنه سيتم تكوين هيئة دفاع قوية لمساندة الإبراشي، لأن قضيته أصبحت قضية رأي عام حيث أنها نالت تعاطف الكثير من المواطنين. تهمة تحريض المواطنين على عدم الالتزام بقرارات الدولة هي التي يواجهها رئيس تحرير صوت الأمة الإعلامي وائل الإبراشي، رغم أنه من الممكن أن يندرج ما فعله تحت مسمى حرية الرأي والتعبير، فهل ينجح تضامن رؤساء التحرير في رفع هذه التهمة عنه؟ عاصم الشندويلي، مصر اليوم، قناة الفراعين. تقولش هو وائل إبراشي كان بيحرض على قتل الاقتصاد القومي؟ يعني وائل إبراشي مثلا حرض على قتل الاقتصاد القومي؟ الراجل قال رأي، قال يا جماعة ما تدفعوش الضرائب العقارية، ما تروحوش تقدموا إقرارات، رأيه ممكن واحد ياخد بيه ممكن واحد ما ياخدش بيه، تبقى النهاية ان احنا ندور على ثغرة في القانون او على حدوتة في القانون تتيح تحويل وائل الإبراشي الى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل، شفتوا بقى، على قتل الاقتصاد. حاجة غريبة والله، يا ما نشوف يا ما نعيش يا ما نشوف. حقيقة